نواف سالم شاب عاشق للحلويات وتحديدا السينمون، ما خلى محل وما جرب فيه السينمون، لين وصل لقناعه وفكر مع نفسه قال ليش ما انا اخترع خلطتي الخاصه بهذا الحلا الذي شهر شهرين ثلاثه، لين وصل ما شاء الله تبارك الله للمنتج النهائي اللي حنتعرف على خلطته السريه اليوم معنا في البرنامج. اسمحوا لي ارحب بنواف اللي مشرفنا شخصيا. مساء الخير نواف. مساء النور والسرور، اهلين لبيا. منورنا الصراحه، بس واضح ان موضوع الحلا معاك مو عادي، فانا بنعرف ايش القصه. اولا يعطيكم العافيه على الاستضافه الجميله. الله يعافيك. حاب اشكر جميع مقدمي البرنامج ومعدي البرنامج على التجربه الرائعه. قصتنا مع سينا بايز بدات من البيت تحديدا، وبالتحديد مع الوالده، لان الوالده عندنا ما شاء الله مبدعه دائما في الطبخ، من ناحيه جميع الاصناف، الاكلات نجي نتكلم عن الاكلات العربيه، الله. الاكلات الخليجيه، الاكلات المختصه بشرق اسيا، فاصنافها دائما متنوعه، والحلا اخذ حيز كبير معاها يعني ما شاء الله. جميل. من ناحيه المخبوزات، التشيز كيك والحلا بانواعه. وانا شخصيا كنت دائما من محبي السينمون رول، وما شاء الله كانت دائما تبدع فيه. والسر كان انه حتى لما كنت اخرج مع الشباب بين فتره وفتره نحاول ندور عن منتجات او حلا، دائما نتحدى بعض انه اليوم ايش حنحلي، ايش حنتعشى. انا اختياري كان دائما يقع الحلا السينمون او البانكيك او اشياء ثانيه منوعه. جميل. فهذه القصه كانت. طب الموضوع. بعدين كيف تطور معك الموضوع الى ما شاء الله تبارك الله مشروع، يعني متى صارت هذه القفزه معك؟ سؤال جميل. طيب هو بدايه كان التحدي من بدايه الموضوع، زي ما كنت اقول انه لما نطلع كنا انا والشباب نحاول ندور عن مكان نحلي فيه. انا دائما كانت اختياراتي تقع على السينبون، وكانت جدا محدوده في المكان اللي المدينه اللي انا عايش فيها. ف ما كل مره نجرب نفس الاختيارات كانت محدوده جدا، ربما بين تنعد على الاصابع نقدر نقول. بالتالي انا حبيت من عشقي للمنتج نفسه حبيت اني ابدع فيه. بدات مع الوالده اسوي خلطه واثنين وثلاثه، الين الحمد لله في النهايه طلعت بمنتج نهائي راضين عنه الحمد لله. طب صراحه يعني احنا اشتهينا نجرب خلطتك الخاصه، راح تقول لنا على اسرار اليوم ولا بدون اسرار؟ ممكن سر بسيط. اوكي حلو، خلينا نشتغل ونعرف ايش خلطتك. أكيد. الخاصه. طيب. بدايه هي الخلطه اللي معموله في السينمون رول وفي السينميني نفس اللي في السوق، لكن احنا نضيف عليها مكون اضافي. انا حاسالك نهايه لما ننتهي من عمل الحلا لو قدرت تجيبيه يعني في النهايه، لانه هو له نكهه خاصه. حلو. مو زي نقدر أي. نقلب هذه كذا العكس عشان نشوفها. أكيد. مع طيب. بعض بس اخلصها المشاهدين. أكيد. يشوفوها. أكيد. ايوه خليك كذا. ايوه. أكيد. الله عليك. طبعاً. شايفه ريحه السينمون ما شاء الله تبارك الله في أي. الاستوديو بدات تطلع، فانت تضيف يعني انت تسوي العجينه هذه بنفسك، تعجنها بنفسك، تشتغل عليها. تشتغل صحيح. الحلو كمان في السينمون اللي بنقدمه يكون فريش بشكل يومي، لانه المنتج صراحه بهتم بالكواليتي فيه بشكل عالي، من ناحيه المكونات، من ناحيه نفس الانجريدينت، نفس واحرص انه يكون لها مده معينه ما تزيد عنها. انا صراحه حبيت كثير انها مني. يس. يعني سهله الاكل على طول. صحيح. يعني تاخذ الوحده وتبلعها. صحيح. هو صحيح. أي. في نوعين. طبعا نعطيها هذه تاخذ 5 دقائق بس، لانه العجينه ما تطول، معموله بطريقه خاصه انه تسوي بشكل سريع. طب وش الخلطة السرية؟ ما قلت لنا، نبغى نعرف الخلطات السرية. بعد الذواق. طب هل يعني أي. مثلا مشروعك بس في حلا السينمون ولا في اصناف ثانية؟ قاعد اشوف معانا في الاستوديو اصناف ثانية، فعرفنا عليها. صحيح. طبعا احنا اختصينا بالسينمون او بالقرفة بشكل كبير، بالتالي حبينا نوسع المجال ذا في اشياء ثانية، فمشروباتنا برضه مختصة الشيء السبيشال فيها القرفة، بمعنى قدرنا نكون منتج من الايس تي بنكهات معينة مضاف لها القرفة أو السينمون. طبعا عندنا هنا تشكيلة معينة، عندنا الآيس تي اللي بالخوخ، آيس تي الرمان، آيس تي التوت، وآيس تي الباشن فروت، ونوعين من الموهيتو. الله عليك. يعني أنتوا الآن مشروع ما عندكم محل صحيح نواف، بتشتغلوا من البيت وبتوصلوا طلبيات عن طريق انستغرام، يعني الناس تطلب من عندكم. طب عندنا الآن حاليا فود تراك فقط. جميل. وحساب انستغرام، وبرضه مسجلين في تطبيقات التوصيل كثير يعني معتمده. جميل. طب يعني خلطاتكم هذه خاصه فيكم، خلطات. صحيح. سريه ما نلاقيها برا يعني. صحيح صحيح. طب مين اللي ابتكر هذه الخلطات؟
في البيت مع حب المنتج نفسه، انا برضو عاشق للايس تي، من الناس اللي احب اشرب الايس تي بشكل مستمر، فهذه من المنتجات المحدوده صراحه في السوق، فحبيت اني اكون فيها وتجربه عن تجربه تجربه عن تجربه لين طلعت بالمنتج النهائي لكل نكهه. طب الناس يعني اقدر اقول اليوم صايره ترند، كل ما يطلع شيء جديد يحبوا انهم يجربوه ويشوفوا كيف هذا المنتج وخلاص، يعني تصير هبه وتختفي. لكن السؤال المهم، ايش الحالات اللي بتخليك تكسب وتطور من نفسك وتطور ايضا من منتجاتك اللي بتقدمها لاطول فتره ممكنه؟ ممتاز. صراحه انا الشيء اللي دائما متاكد منه الكواليتي اللي نقدمه في المنتجات ككل، فهذا الشيء راجع علينا بشكل ايجابي والحمد لله. دائما انا من بدايه ما بدينا المنتج والتجارب اللي عملناها في البدايه، اول حاجه كنا نطمح لها انه ناخذ اراء الناس كتجربه في البدايه. والى الان الحمد لله، يعني كل من جرب جاء عندنا جرب او ارسلنا له المنتجات اللي عندنا، الفيدباك كان جدا ممتاز من ناحيه العجينه، الخلطه نفسها، او حتى المشروبات. والترند اللي احنا ماشيين فيه الحمد لله ملاحظين انه في عملاء معينين الى الان بنكون دائره عملاء كبيره بيرجعوا لنا بشكل مستمر، يعني الحمد لله. هذول اللي مقفلينها عني. لا نفتحها. هذول اللي مقفلينها عني. لازم يشوفوا. ايش ذا الجمال؟ ايش ذا الابداع؟ ما شاء الله تبارك الله. يعني صراحة أهنيكم على المنتجات، يعني ما بتسووا بس المني، كمان عندكم الرول كاملة. صحيح. والحلو احنا نقدمها فريش، يعني في نفس الفود تراك اللي شغالين فيه. السينابون يتقدم فريش، بمعنى العميل لو جانا طلب او جانا طلب عن طريق تطبيقات التوصيل او ايا كان، نحطه في نفس الوقت، ما يكون مخزن من اول او معمول سابقا عشان نضمن الكواليتي. نكهات كمان في هذه نوتيلا اي ثينك، صح؟ صحيح، عندنا بالنوتيلا ولوتس او معلش كراميل، هذه بالكراميل. صحيح. اي خبره انا فيها. ما يحتاج. وبرضو الحلو عندنا مضايفين حشوات جديده، بمعنى عندنا حشوات بالتفاح داخليه، حشوات بالبستاشيو، مو بالسينمون رول المعتاد. حلو انكم دائما بتبتكروا كمان حشوات جديده عشان تتميزوا في هذا المشروع، لانه حقيقي يمكن في كثير يسووا سواء في البيت، بس انا بذوق عشان اعرف ايش السر. هلا. يعني ترى انا خبره في هذا. ممتاز بالعكس. السنبن وخبره مره. ممتاز. بس حاره صح؟ ايه ساخنه. طب كيف الامور معاكم للان؟ هل المشروع نقدر نقول عنه له مصدر دخل جيد ولا لا؟ الحمد لله، احنا حطينا من البدايه لما جينا سوينا دراسه على نفس الموضوع قبل ما نبدا، كان في تارجت معين او هدف معين، كان في حسبه معينه بشكل يومي بشكل اسبوعي، لانه تختلف من ويكند لايام وسط الاسبوع، والحمد لله الى الان بنحقق نفس التارجت اللي مرغوب، في ايام تكون حتى اكثر من التارجت، فالى الان الحمد لله. طب ايش طموحكم؟ يعني هل تفكروا انكم تفتحوا محل قريب ولا مكتفيين بالفود تراك؟ اكيد احنا حاليا بنسوي دراسه قريب. انا هذه لقطتي. ممتاز. انا اللي هسويها. ممتاز. بس ايش هذا الوايت صوص؟ وايت شوكليت؟ هذا لا صوص السينمون محضر من عندنا بطريقه خاصه، يعتبر برضه سيكرت. هذا وايت صوص اول مره اشوفه، ايش مكوناته نقدر نقول؟ حط كثير ولا شويه؟ زي ما تحبي. الناس دائما تطلب انه يكون اكثر. اوكي. زي الكريمه. يس، هذه جبنه كريميه. اوكي. اساسا مضاف لها برضه مكونات اضافيه. حلو. النوتيلا احنا جايبين صوصين اليوم، اللي هي اكثر طلبا النوتيلا هذه والبستاشيو. الله على النوتيلا. بس هذه لازم تقولوا لي وش الخلطة هذه السرية. اكيد. او ماي جاد. الحمد لله. اسمحي لي اساعدك بس. انفتح. طيب. يا طيب. فاشلة حتى. في احد عينه فيها صح نواف؟ ما حكيتم ايش صار جوا. كل النوتيلا طاحت. طيب انكبت النوتيلا. اوكي بس عادي حلو، انا احبها كذا. ممتاز ممتاز. بستاشيو. طيب انتبهي. في بشويش. اي ان شاء الله. بس هي جامده شويه. لا هذه ممكن عشان جامدة شوي. البروده. اي فخلاص نحطها ترى في سخانات، يعني طول الوقت تكون ساخنه معنا. بس هذه دحين تكون ساخنه ولا لا تتوقع؟ حتكون ساخنه. فا اي انتبهي وانت تاكليها بالعافيه. أنا وافي. الله أنا وافي.
اقلبك ان شاء الله ما اقدر اتكلم ولا اقدر اكل. هو زي ما قلت لك السيكريت ريسبي او الانجريدينتس الخلطه السريه في ناس احيانا تستطعمها واحيانا لا، ومو كثير تقدر تحصليها، هو نوع من الخضار احنا ضايفينه. هذا اخليه سيكريت. يس، اللي حابب يعني يجربه باكل كم حبه واقول لكم ايش السر ان شاء الله. انا معك نواف، نورتنا في البرنامج، يعطيك الف عافيه ومشكور على الحل اللذيذ هذا، انصح المشاهدين ان يطلبوا من عندك. ونتمنى لك كل التوفيق وان شاء الله نشوف فروع لك قد. باذن الله ان شاء الله. تحت حاليا بندرس الموضوع ان شاء الله، انه قريب حنفتح اول محل ان شاء الله. جميل جدا، شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه. وكذا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا. لا تنسوا تواصلوا حساب البرنامج الظاهر على الشاشه. باذن الله القاكم غدا على خير، واللهم اني استودعتك وزني، ومع السلامه.